أيام عنوان آخر ما غنت الراحلة وردة الجزائرية. يعتبر كليب أيام آخر أغنية سجلتها الفنانة الراحلة وردة الجزائرية عام 2009. العمل من إخراج الشاب الجزائري مؤنس خمار في كل من العاصمة وبجاية، ومن إنتاج نجلها رياض قصري بمشاركة شركة نجمة. زهيدة ثابت والتفاصيل. أيام هو عنوان آخر أغنية سجلتها الفنانة الراحلة وردة الجزائرية عام 2009. الصدفة الغريبة أن وردة لما شاهدت تصميم الكليب أعجبت به، وطلبت من ابنها رياض الاعتماد على رسمها وعدم الظهور في الكليب، وكأنها كانت تدرك أن القدر لن يسمح لها بتصويره. ان شاء الله يعني الوالده كانت تحب الاغنيه هذه، وكانت تتمنى الاغنيه هذه تشوف النهار وتشوف النور وتشوف النهار على النهار تي في، وان شاء الله تعجب جمهور النهار تي في. يعني اليوم ورده الجزائريه الله يرحمها هي كرمتنا، انه عمل رائع رائع رائع، وتكرمت علينا وعلى الجزائريين وعلى لبنان وعلى العالم العربي بآخر عمل. أنا بقول إني فرحانة إنه الكليب راح يشوف النور، إنه شيء، والأغنية هاي راح يسمعوها الجمهور تبع وردة لأنها كانت تحبها كتير. Elle nous manque, elle nous manque tous, elle continuera à nous manquer. والأيام حتثبت الكلام ده. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un message qui tombe bien pour le monde arabe et pour le monde en général. La réconciliation, l'unité, et ça c'est une leçon. يعتبر كليب أيام أول عمل يظهر للراحلة وردة الجزائرية في ذكرى وفاتها الأولى. العمل من إخراج الشاب الجزائري مؤنس خمار في كل من العاصمة وبجاية، ومن إنتاج نجلها رياض قصري بمشاركة شركة نجمة. بصوت أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية نختم حصاد النهار، وإليكم عدا للعناوين. وفي الحصاد تابعتم أيام عنوان آخر ما غنت الراحلة وردة الجزائرية.